في 13 نوفمبر 74 خطاب عرفات الشهير أمام الأمم المتحدة، لما قال فيه إنني جئتكم ببندقية الثائر في يدي وبغصن الزيتون في يدي، فلا تسقطوا غصن الزيتون الأخضر من يدي. لقد جئتكم يا سيادة الرئيس بغصن الزيتون في يدي وببندقية الثائر في يدي، فلا تسقط الغصن الأخضر من يدي، لا تسقط الغصن الأخضر من يدي. بعد هذا الخطاب الشهير وبعد أن رأى العالم هذا النموذج النضالي، هذا الفداء البطل، وهو بيقول لهم أنا جيتكم ومعايا البندقية في إيد وغصن الزيتون في إيد، اوعوا تضطروني أسقط غصن الزيتون، اوعوا تسقطوا غصن الزيتون من يدي، إن أنتوا لا تقفوا مع الحق. كان الزعيم المناضل ياسر عرفات بكلماته وتعبيراته وكاريزمته القوية في الأمم المتحدة خلى العالم ينظر بشكل مختلف وبنظرة مختلفة إلى القضية الفلسطينية. في نفس العام تم في فبراير أعيد انتخاب ياسر عرفات رئيسا لمنظمة التحرير الفلسطينية.